السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى السلامة دائما للجميع. اليوم راح نبدأ بالمحاضرة رقم 9، هي البارت 2 من سكشن 4.2 بعنوان رو سبيس، كولوم سبيس، اند نل سبيس. اليوم راح نحتاج لعدة نظريات على أساس نطلع بيسز للسبيسز اللي مرينا فيها بالسابق. النظرية الأولى بتحكينا elementary row operation do not change the null space of a matrix. طبعاً بروفس للنظريات مش مطلوب، لكن بعلق على النظريات شوي. إذا elementary row operations do not change the null space of a matrix. إحنا عرفنا النول space هو للماتريكس، ماتريكس A هو solution space of الهوموجينيوس system AX بيساوي 0. وإحنا نعرف مشان نحل system AX بيساوي 0 واضح، ناخذ الكومنتن ماتريكس نبدا ننزل فيه على اساس نطلع الحل العام. معناته الاليمنت رو اوبريشن دو نوت تشينج ذا نل سبيس اوف ا ماتريكس بناء على التحديد الموجود معنا. ثيرم 4، اليمنت رو اوبريشن دو نوت تشينج ذا رو سبيس اوف ا ماتريكس. كذلك احنا لما ناخذ ماتريكس A بيبدا مجرد عم نحكي عن ماتريكس A مش اوبريشن، نبدا ننزل فيه نعمل اليمنت رو اوبريشن اولى والثانيه والثالثه، نحكي عن تكافؤات. طبعا بسبب التكافؤ معناته elementary operation do not change the row space of a matrix. لكن elementary operation بتأثر على الكولوم سبيس of A، وهذا راح يعالج حنقول بالنظرية 5. If a matrix R is in row equilibrium form، يعني بدينا سواء كان جاهز موجود معي أو هو نابع من ماتريكس حنقول A باللغة I، then the row vectors with leadings 1 اللي هي leadings 1 the non-zero row vector form a basis for the row space of R. طبعا ها الست اللي بدنا ناخده اللي فيه leadings 1 هو linearly independent with spans، معناته راح تكون basis the row space of R. لكن قلنا elementary row operation do not change، هنا do not change the row space of a matrix، معناته هذول راحين ناخذهم اللي فيهم نون زيرو فيكتورز راح يشكلوا لي بيسز بناء على نظريه 4 للرو سبيس اوف الماتريكس. هنقول A اذا كان R هو يكافي A، اذا كان اساسي هو الماتريكس A ونعمل المنت رو عليه اوبريشن نصل الرو ايكولون 4، فهاي البيس اللي ناتجه لي R راح تكون هي بيسز للرو سبيس اوف الماتريكس A اذا A يكافي R. And the column vectors with the leadings 1، طبعاً لما نعمل تنزيل في leadings 1، لكن الكلام vectors اللي فيه leading 1 of the row vectors اللي فيها row vector form a basis for the column space of R. طبعاً من row vectors في عندي leading 1، لكن بدي أخذ الأعمدة اللي فيها leading 1 هاي بتشكل لي basis للcolumn space of R بس. واضح؟ ما في عندي هنا لغة إنه في عندي elementary row operation do not change the column space of of الماتريكس. اذا هنا راح بنشوف نظريه 5 بتطلع لي البيسز للكولوم سبيس اوف الماتريكس الاساسي. يعني اذا طبعا دائما نبحث من الماتريكس اللي بناخذه مش جاهز هو بالرو ايكولون 4، احنا راح نعمل له تنزيل، فهذا للبيس الكولوم سبيس راح يعالج بنظريه رقم 6. هلا بقدر ناخذ بيسز للكولوم سبيس والرو سبيس اوف ماتريكس A. طبعا هذا ماتريكس امامي سايزه 3x4، بدي بيسز، فايند ذا بيسز فور ذا رو سبيس اوف A، فايند ذا بيسز فور ذا نل سبيس اوف A. هلا بدنا ننزل ماتريكس A للرو كومبارت. اذا حل الجزء الاول، ناخذ الماتريكس زي ما هو A، بديت اعمل له تنزيل، ضربت الصف الاول هذا بناقص 2 ضفته، ضربت وضفت الصف الاول والصف الثالث، واضح راح بصبح بهذا الشكل. طبيعي الصف الثاني لو بضيفه على الصف الثالث بلغي، وبعدين بقسم على ناقص 7 بصير عندي الماتريكس بهذا الشكل. هذا هو R، اذا A هو يكافئ R، هذا سميته R. معناته هلا اي فيكس اللي فيها الليدنج 1 وهاي النون زيرو فيكس الليدنج هاي والفيكتور هاي، معناته إذا ست هاي طبعا هي مجموعة، دخلت المجموعة فيها 2 فيكتورز هاي 1 4 5 2 هي تنتمي لـ R4، وكذلك هاي
non-zero vectors is a basis for the raw space of R. لكن قلنا elementary operators do not change the raw space of R بسبب التكافؤ. ها بعد ست هذا هو نفسه بشكل لي basis بناء على نظرية شفناها قبل شوية نظرية أربعة معادلة ست هذا اللي هو في non-zero vector is a basis for the raw space of A. بعتقد إنه اللي بنحكيه هنا واضح بناء على النظريات الموجودة معنا بالسابق. هلا الجزء الثاني بدنا نبحث عن الحد العام للهوموجينيوس سيستم، فبدي بيسز للنل سبيس. معناته هنا انا مجبر باخذ الايجومنتد ماث، ذا ايجومنتد ماث فور ذا هوموجينيوس سيستم اكس بتساوي 0 از اخذت الماتكس هذا هو A ودخلت العمود الاخير اصفار الحدود المطلقه اصفار نحكي عن الايجومنتد المره الايجومنتد ماتكس. نميز هنا هذا الماتكس لما نبحث عن الرو سبيس فهذا طبعا الإيجومنت المثل مشان نبحث على الحل العام ونطلع بيسز للنل سبيس شوي شوي. طبعا واضح أنا بتضرب بناقص 2 الرو الأول نضيف للثاني بضيف الرو الأول للثاني فبصبح الماتريكس بهذا الشكل زي ما حكينا قبل شوية. بضيف الرو الثاني للثالث فبصفر الرو هذا وبقسم على ناقص 7 وبضرب بناقص 7 الرو هذا فبصبح بهذا الشكل. إذا نتج عندي الماتريكس هي بالصيغة هاي اللي أمامي واضح. ألا طبعاً لاحظوا من رايح أنا راح بدي حل هالمرة بدي حل أنا ما بدي رو كلهم فور راح على ريديوس بدي حل العام فضربت ناقص فور الصف الثاني وضفته بالصف الأول وأصبح الماتريكس بهذا الشكل واضح. نبحث عن حل السيستم نحل حل هوموجين السيستم معناته لاحظوا هي x1 هي من هون 1 x1 x1 زائد x3 1 x3 ناقص 2 over 7 x4 ما في طبعا هنا x2 راحت بتساوي 0 هنا x2 من هون x3 من هون زائد 4 over 7 x4 بتساوي 0 معناته بدنا في عندي free variable في عندي متغيرات حره اللي هي بسميها x3 سميتها تي على مجموعة الأعداد الحقيقية هذا set of all real numbers يعني open minus infinity لا infinity هذا set فتي تنتمي الـ R فصارت هي أكيد حرة و X4 كذلك حرة هي سميتها W belongs to R على مجموعة الأعداد الحقيقية نستنتج طبعا من هنا هلا بدنا نترجم المتغيرات في من خلال الـ free variables عندي x1 بتساوي minus t plus 2 over 7w x2 بتساوي minus t minus 4 over 7w x3 بتساوي t و x4 بتساوي w هاي ال x في كم في عندي x في عندي 4x هذا ال x بيساوي ماتريكس عمود في variables x1 x2 x3 x4 وبضع القيم الموجودة عندي هنا بالماتريكس هذا اللي في العمود الواحد عندي أربع روز هاي الـ X1 هاي الـ X2 هاي الـ X3 وهاي الـ X4 هلا بعمل linear combination عشان باخذ البيس بطلع T مشترك طبعا انا فصلت الماتريكس هذا لـ 2 matrices وطلعت المعامل الموجود هذا هاي العملية بدها تكون واضحة بتساوي T راح T اخذته من هون بيضل المعامل تبع T هو minus 1 نفس الشيء معامل T هنا minus 1 معامل T هنا 1 1 ما في معامل T 0 زائد W معامل W 2 على 7 معامل W minus 4 over 7 ومعامل W هنا 0 ومعامل W هنا 1 هذا الماتريكس هو نفس جمع الماتريسيز بالضرب T's والW الموجودة عندي لكن فصلهم لأنه دائما الست اللي بينتج هنا لما نأخذ الفكتز الموجودة على linear combination فهذا linearly independent span فبالشكل اللي بيسز ليش لكن النل سبيس اوف A اللي هو طبعا السوليوشن سبيس اوف الهوموجينيوس سيستم فالست هذا هي اخذته من هون والفكتور الاولى والفكتور الثانيه هي الموجوده هنا طبعا هذول ينتموا ل R 4 لا شك كذلك اور هيك طبعا ليش هيك اذا بدنا نشيل الكسور بحق لي بضرب بنن زيرو ريال نمبر
شو بضرب؟ بضرب بسبعة، ضربت بسبعة صار هذا اثنين، ضربت بسبعة صار هذا ناقص أربعة، لأنه هاي حرة W والتي حرة، فها زيرو وسبعة في ون سبعة is a basis for that kind of space of A. مش بس بس هي possible base، بقدر بغير فيها إذا بدي. غيرنا بالشكل هذا وضعناه بالشكل الموجود هون، بترك هيك صح، بكتب هيك صح. is a basis of for the kind of space of A. وعادة أنا بقول بالمحاضرات هي possible base، يعني بقدر أطلع basis هنقول كثيرة ل null space of المتريكس نوب أمان. ثيرم 6 نقلنا هنا ظل عندنا المشكلة بالبيس الكلام سبيس اوف ماتريكس A. لاحظوا هنا بستة if A and B are row equivalent matrices. شو مع row equivalent؟ معناته بدي اعمل elementary operation على A بصل لل B، بعمل elementary operation على B بصل A، نفس الشيء متكافئات. خلينا نقول A، A يكافئ B، بعمل elementary operation على A بصل لل B. بعد كم خطوة؟ بعد عدد محدود من خطوات. Row equivalent matrices. Then, أولا, a given set of column vectors of A is linearly independent if and if the corresponding column vectors of B are linearly independent. على سبيل المثال, إذا في عندي بالعمود الثالث والعمود السابع, هذا التو هذول linearly independent. هاي الفكتور بشكل عام الموجودة بالعمود الثالث والسابع، بالمقابل بيكون بالثالث والسابع في بي هم linearly independent. هذا هو هاي معنى الكورسبوندنت كلام النظائر متقابلة نظائر. الجزء الثاني من النظرية هنا طبعا اللي بيهمنا كذلك عشان نشوف كيف نطلع بيس الكلام سبيس اوف ماتريكس A. A given set of column vectors of A form a basis for the column space of A. بشكل البيس column space of A if and if, يعني هاي تكافئ أنه the corresponding column vectors of B, هذا اللي يكافئ A, form a basis for the column space of B. طبعا أكيد هناك بدنا نبحث عن vectors اللي فيها leadings one، اللي فيها leadings one، لأنه بدي span linear independent اللي فيها لي. لما ننزل هنقول A للB فنزله لماتريكس اللي ببحث من خلال الروع الرو الروع كلهم فور، ببحث عن فيكتور اللي فيها الليدينجز 1 بشوف وين مواقعها، هاي بشكل لي بيسز، وبالمقابل هاي بيسز للبي بالكلام سبيس اوف بي، وبالمقابل راح تكون الكورسبوندنج لها النظار لها في A بتكون بيسز بشكل بيسز للكلام سبيس اوف A. خلينا نشوف هذا المثال. خط ماتريكس سايزو 3 كروس 3 A، هذا الماتريكس في المدخلات اللي امامنا. فايند ا بيس فور ذا كولم سبيس اوف A. سوليوشن، اكيد بدنا نعمل تنزيل. اي A اخذته بدي اضرب الرو الاول بناقص 5 بضيف الرو الثاني، واضرب الرو الاول بناقص 7 بضيف الرو الثالث، فبصبح الماتريكس بهذا الشكل. طبعا هنا واضح انه بضرب بناقص 1 الرو الثاني نضيف الرو الثالث، فاصبح الماتريكس بهذا الشكل. وين الليدينج 1؟ هاي ليدينج 1 هي هون، وهاي ليدينج 1 وبس. معناته الفيكتورز هاي الموجودة بشكل عمودي اللي هي على R3 أكيد، اللي هاي الست اللي contains الفيكتور الأولى 1 0 0 minus 1 1 0 is a basis for the column space of B بناء على النظرية اللي حجبناها قبل شوي. طيب الكورسبوندنج، بروح الكورسبوندنج شو مواقعها؟ هاي الفيكتور الأولى وهاي الثانية، بروح الفيكتور الأولى والثانية، الفيكتور الأولى والثانية بدخل هون 6، هذا راح يكون في 1 5 7 اللي أمامي، و الفيكتور الثاني هي -1 -4 -6 في 2 فيكتورز موجودات على R3. I is a base for the column space of A. خدنا الكورسبوندنج النظائر الموجودة على A. ما أقدر نأخذ زي الرو سبيس، لأنه هنقول العمليات اللي بتتم على A بتأثر على الكلام سبيس، إلا بناء على نظرية 6 اللي حلت لنا المشكلة بهذا الشكل. خلنا الكورسبوندنج هنقول بك. بروح لإكزامبل آخر كذلك، يعني في عندنا إكسرسايز من هذا النوع، راح
وخذ عدة examples. Find a basis. هلا بننتبه لهذا الاكزامبل. Find a basis for the raw space of A. لكن هالمرة consisting entirely of raw factors of A. يعني هون بدنا نحن حكينا كيف ناخذ كل البيسز للرو سبيس، نعمل تنزيل رو على رو ايكولون 4 نسحب الفكتور اللي فيها ليدنج 1 تكون بيسز من خلال التنزيل لار زي ما حكينا قبل شويه، وهي بيسز لاي لكن هي مش من خلال اذا اي بده عمليات ما راح تكون نقول هي من خلال الفكتورز الموجود عليه. وانا كمان مرة بعيد find a basis for the raw space of A consisting entirely of raw factors of A. بدنا البيس يكون فيها factors من خلال factors موجودة على A خلال raw factors. كم عددها؟ يعني قبل حتى لنحل احتمال تكون عددها واحد، احتمال اثنتين، احتمال حنقول ثلاث، ما بنعرف. احنا راحين نشوف من خلال تنزيل الـ A. طبعا عفوا اكيد خلال تنزيل A transpose انا بدي اياه consisting من خلال الرو فيكتورز الموجوده على الA. طبعا ليه اخذنا بالحل الA transpose قلبنا الماتريكس اخذنا على اساس بنطلع basis للكم سبيس اوف الA transpose من خلال الB ناخذ الكورسبوندر، واذا طلعنا basis للكم سبيس اوف A transpose شكل لي بيسز للكلام سبيس اوف اي ترانسبوس، فهي تصبح بيسز الرو سبيس اوف اي، فصارت كونسيستنج انترلي اوف ذا رو فيكتور شوي شوي. اذا هنا طوالي باخذ الاي ترانسبوس، هلا قلبت الصفوف الاعمده صار عندي 1 ماينس 2 3 ماينس 3 7 ماينس 2 ماينس 1 3 4. فهذا المتركس يكافئ، عملت تنزيل ضربنا باثنين ضفنا الرو الاول للثاني ماينس 3 الرو الاول ضفناه للرو الاخير فاصبح الماتريكس بهذا الشكل. هلا ضربنا الصف الثاني بماينس ماينس 7 ضفناه للرو الثالث فاصبح الماتريكس بهذا الشكل. معناته هاي الفكتور الاولى اللي فيه الليدنج 1 والفكتور الثانيه هي بيسز للكلمه سبيس اوف بي بي الكورسبوندنج لها هنا نظار هي 1 6 كونتينز 1 ماينس 2 3 ماينس 3 7 ماينس 2 اللي فيه 2 فيكتورز هذولا هم بيسز للكلام سبيس اوف A ترانسبوس، لكن كذلك هم بيسز للرو سبيس اوف A لانه احنا قلبنا ال A عكسناه، يعني خدنا خلينا نقول بدل الصفوف اعمد. اذا بناء على النظريات الموجوده معنا قاعدين نحل هذا السؤال. خلينا نشوف هذا اللي حكيته قبل شويه. فالـ set اللي فيه الفكتورز هاي 1 0 0 minus 3 1 0 مرات على R3 كذلك is a base for the column space of B. هذول النظار خدناهم اللي حكيت عنهم قبل شوية، النظار 6 اللي كنت تيز الفكتور الأولى والثانية بالترتيب بالتتابع is a basis for the column space of A transpose. معناته بستنتج الـ set هذا اللي فيه 1 minus 2 3 minus 7 3 minus 2 اللي فيه 2 فيكتورز is a base for the raw space of A. اذا صار هاي الفيكتورز اللي طلعت هي 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 من خلال الرو فيكتورز الموجوده عليه consisting entirely من الرو فيكتورز من نقول A. واضح؟ بشوف الاكزامبل الاخير كذلك هنا بدنا ننتبه للمطلوب شو الاجراء اللي بده يتم. Find a subset of find مجموعة جزئية of the factors من خلال المتجهات الموجودة معنا that formed اللي بشكل لي a basis for the subspace for the space spanned by the factors اللي شكل لي اساس للسبيس اللي متولد من خلال الفكتورز المعطاة عندي هاي الـ U1, U2, U3, U4. Then express بعدين بدنا نعبر each factor كل فكتور كل متجه that is not in the basis اللي مش موجود بالبيسز as a linear combination of the base factor. بدنا اللي مش موجودات بالبيس نعبر عنه بالlinear combination ضم خطي من خلال الفكتورز اللي موجودة على أساس
الكريبتو سبيس. خلينا نشوف. طبعا هنا ليش بدي اخذ بهذا الشكل؟ اخذته بشكل عمودي، هيك اي بتساوي، اخذت الفكتور هاي بشكل عمودي مش بشكل صفوف، لانه فايند السبست اوف ذا فيكتور منها منها ذات فورم ابيسز، معناته كويس باخذها بشكل اعمده مشان اطلع بيسز الكلمه سبيس، باخذ الكورسبوندنج زي ما حكينا قبل شويه، فما بروح على باخذها بشكل خلينا نقول صفوف، اخذتها بشكل اعمده مشان بطلع منها مجموعه جزئيه لشكل البيسز، بعدين اروح للتعبير كيف نعبر عن فيكتور اللي خارج البيسز بنير كومبينيشنز من الفيكتور الموجوده على البيس. طبعا اخذنا A شكلناه، اخذته بشكل عمودي 1011 بالتتابع ماينس 3371 هنا، الفيكتور الثاني بشكل الثالثه بشكل عمودي هيك، والرابع بشكل عمودي هيك، عملنا تنزيل طبعا. اكيد اضرب ناقص واحد الرول الاول بضيف الرول ثلاثه، بضرب ناقص واحد الرول الاول بضيف الرول اربعه، صار عندي الفيكتورز بهذا الشكل. لاحظوا انا اختصرت بهذا الشكل بشكل واضح، اذا بضرب بثلث الرو الثاني بصير هاي ونز، وبعدين بضرب بناقص 10 الرو هذا اللي بيحدث بضيفه للرو الثالث، بضرب بناقص 4 الرو هذا بضيفه للرابع، فبصبح عندي بصف الرو هذا والرو هذا، فاصبح عندي الصيغه الموجوده عندي. معناته هاي هون نلاحظ هاي الفيكتورز 1000 ست الكونتينز، الفكتور الاولى 1000 والفكتور الثانيه اللي فيها الست داخل الست ماينس 3100، بسكر المجموعه هاي راح تكون بيسز فور ذا كلام سبيس اوف بي، هاي الكورسبوندنج 1011 ست كونتينز 10011 والفكتور الثاني اللي فيها ماينس 3371، بسكر المجموعه هاي بشكل شكلوا لي بيسز للكارما سبيس اوف ايه، هاي الفيكتورز اللي خارج البيسز. خلينا اروح حتى هون قبل لا اعبر، هاي يو 1 هاي يو 2 هاي يو 3 هاي يو 4. طب كيف بدي اعبر؟ هاي البيسز الست الكونتينز فيكتور هاي والفيكتور هاي، بدي اعبر عن هاي من خلال لين كومبينيشن بهذا، معناته بدي هاي الفكتور اللي هي يو 3 شو بدها تساوي؟ هلا هذا بدنا نتمعن شويه بالفكتورز. لاحظوا هنا هذا الناقص واحد الموجود عندي هنا بده ينتج في خلال ضرب بريال نمبر في هذا زاد ريال نمبر في هذا، فمعناته لاحظوا هنا هاي هي 0 معناته هاي هي 1 هاي 7 معناته هنا كويس، هاي بضربها باثنين وهاي بضربها في واحد تعطيني الفكتور هاي 2 في 1 2 زائد ناقص 3 ناقص 1 2 في 0 0 زائد 1 في 3 3 3 2 في 1 2 زائد 7 7 9 المجموع 2 في 1 2 زائد 1 3. اذا هاي تعبير بعبر عنها بين كومبينيشنز، هاي الفيكتورز اللي هي خارج البيسز، بقول هاي بتساوي اللي هي يو 3 بتساوي 2 يو 1 بلس 1 في يو 3 او بقول بلس يو 3. هاي خلصنا. طيب هاي هلا بدي لحظه بدي اعبر عن هاي بالين كومبينيشن فيكتور هاي وهاي، فانا واضح يعني قاعدين خلينا نقول بنجرب لكن بدنا نلقط بشكل سريع. اللي عنده مشكله بيقدر يشتغل هون، يعني هو يروح على هاي وهاي، هاي البيسز هون للبي وهاي خارج البيس، هاي وهاي، يعبر التعبير بشكل سريع هنا وينقل لهم، لكن بما انه الامر واضح هم نقدر ناخذهم. عندي هنا طبعا بدي ناقص 5 كويس بضرب بناقص 2 بحل المشكله، نعم ناقص 2 في 1 وناقص 2 زائد 1 في ناقص 3 ناقص 5 كويس، ناقص 2 في 0 0 زائد 3 3 صحيح، ناقص 2 في 1 ناقص 2 زائد 7 5 صحيح، ناقص 2 في 1 ناقص 2 زائد 1 ناقص 1 فهو صحيح، معناته هاي يو 4 بتساوي ماينس يو 1 بلس يو 2. هذا التعبير، هذا اللي بدي اكتبه بالاسفل. خلينا نروح مع بعض تحت شوي شوي. معناته اول شيء ذا ست هذا اللي فيه الفكتور الاولى من هون والفكتور الثانيه من هون
is a basis for the column space OP. هذا الكورسبوندنج هاي هاي واحد ست اللي فيه الفكتور هاي الأولى والثانية الروح يعني في U1 و U2 أيهم 1011 U1 و U2 ناقص 3371 is a basis for the space spanned by the vectors spanned by the vectors. أو خوفونا قبل هيك هاي corresponding the set هذا هو هيك اللي فيه is a basis for the column space of A وهذا هو نفسه is the set the set هذا is a basis for the space spanned by the vectors اللي حتى بشكل عام spanned by the vectors لأن شكل لي كبيس الكلام space of A أي التعبير طبعاً by the vectors U1, U2, U3 and U4 أي التعبير حكينا عنه قبل شوية U3 بيساوي 2U1 علقت عليه قبل فوق plus U2 U4 بيساوي minus U 2U1 plus U2 انهينا هيك المحاضرة التاسعة إن شاء الله نلتقي بالمحاضرة العاشرة أتمنى لكم التوفيق واللقاء إن شاء الله.